دايما اليوم السابع بيعرض نماذج ناجحة للي هم خدوا قروض من صندوق المشروعات، تنمية المشروعات الصغيرة تمام. والمتوسطة والمتنية الصغيرة. أتعرف على حضرتك؟ خليل محمد أغا، صاحب محل السفير للعطور والمكياج وأدوات التجميل والخردوات تمام وكل لوازم العرايس والكوافيرات. تمام زي ما حضرتك شايف عندنا الحمد لله عندنا كل ما يلزم الست وكل ما يلزم الراجل من أدوات التجميل والعطور والمكياج ومزيلات العرق وكل ما يلزم صالونات الحلاقة والكوافيرات من المكن والأدوات بتاعة التجميل وكل حاجة. القرض بكام؟ القرض كان خدنا قرض ب 150,000 جنيه، 150,000. 150,000 عشان نكبر المحل ونطوره، لتكبير المحل وتطويره. أيوة تمام. حصل على حضرتك على ايه؟ حاصل على بكالوريوس تجارة. بكالوريوس تجارة. بكالوريوس تجارة. ما اشتغلتش في لا ما في اشتغلتش في المجال الحكومي. المجال الحكومي وأنا بحب الشغل الخاص يعني، تمام. والحمد لله عمالين بنتطور من يوم لآخر وإن شاء الله إلى الأحسن يعني طب لما تسد القرض ده ناوي على قرض تاني؟ بإذن الله. لو سدينا أما نخلص سداد القرض ممكن ناخد قرض أكبر عشان ناويين إن شاء الله نشتغل في التوزيع والجملة. تمام. عايزين قرض أكبر نقدر نجيب عربية نقدر نشتغل في توزيع الجملة. في توزيع الجملة. أيوه تنصح الشباب بإيه؟ أنصح كل شاب وكل فتاة إن هي تشتغل. على فكرة كل شاب وكل فتاة لو هو عايز يشتغل هيقدر، ممكن عن طريق الصندوق الاجتماعي ياخد قرض ولو بسيط ويبدأ يطور من نفسه لحد ما يقف على رجليه وما يحتاجش للوظيفة الحكومية ولا يحتاج للدولة، لأن الدولة مش هتقدر إن هي توظف كل واحد ولا تقدر إن هي تشغل كل الناس.